يبدو أن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى روسيا مؤخراً لم تكن كافية في تهدئة مخاوف المعسكرين في الشرق والغرب، سيما بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى. ومن أهم قضايا الخلاف في هذا الشأن قضية الدرع الصاروخي التي تنوي الولايات المتحدة نشرها في القارة الأوروبية، ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحذير واشنطن في حال إقدامها على هذه الخطوة مهددة بالرد بالمثل. وأثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في موسكو مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اعتبر بوتين بأن قرار الولايات المتحدة قد يعرض شركائها الأوروبيين للخطر، مضيفاً بأنه يجب على الدول الأوروبية التي ستوافق على ذلك أن تدرك أنها تعرض أراضيها لخطر ضربة محتملة من روسيا. الرئيس الروسي أبدى قلق بلاده المتزايد إزاء قرار واشنطن التخلي عن المعاهدة النووية، محذراً من أن قرارات كهذه تفسح المجال أمام سباق تسلح جديد في العالم، لكنه جدد موقف موسكو الداعي إلى عدم التصعيد، كما أعرب عن أمله في بحث الموضوع أثناء اللقاء المرتقب مع ترامب بباريس الشهر القادم. وفي سياق متصل قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ناتو الأربعاء أن تطوير روسيا لمنظومة صواريخ SSC-8 يعد انتهاكاً لمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى، معبراً عن عدم اعتقاده أن التهديد الروسي سيؤدي إلى نشر صواريخ أمريكية جديدة في أوروبا كما حدث في الثمانينات. هذا وتجتمع دول حلف شمال الأطلسي الخميس لتستمع إلى شرح واشنطن لما استندت إليه خطوة ترامب الخاصة بالانسحاب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى.